بريتوريا اتقفل، ملعب لوفتس ايضا في بريتوريا مش جاهز، فعشان كده سان داونز عايز يلعب في رستنبرغ. طيب كوره بلس النهارده بيتكلم على خبر يخص حسين الشحات، مصدر بالاهلي لكوره بلس: حسين الشحات لم يطلب الحصول على $1,000,000. انا امبارح قريت الخبر ده واستغربت جدا، ومش متذكر بالظبط مين اللي كان كتب الخبر، بس بنتكلم على ان في تجديد لحسين مثلا خلال السنه القادمه، فحسين متمسك بالحصول على $1,000,000. اللي تعامل مع حسين الشحات وعارف شخصيته وعارف التضحيات اللي عملها عشان يلعب في النادي الاهلي لما ساب وقتها العين الاماراتي، استحاله يجي في باله حتى ان ممكن حسين يفكر في رقم زي ده او يطرح رقم زي ده. كوره بلس النهارده سالت مصدر في النادي الاهلي وسالته على موضوع ان حسين طلب $1,000,000، قالوا في اجابه قاطعه: حسين الشحات لم يطلب الحصول على $1,000,000، وايضا كمان لم يتم فتح ملف التجديد من الاساس حتى الان. واضح ان مفيش اخبار، فبنبدا بقى ايه بلغه السوشيال ميديا كده نفتكس اخبار من خلال الترندات اللي في السوشيال ميديا. رياضه بوابه الاهرام بتتكلم على محمد مجدي قفشه، وبيتكلمها لانه مصير قفشه لاعب الاهلي في خطر. تعرف على التفاصيل. طب ايه هي التفاصيل والخطر جاي منين؟ الحساب الرسمي للاهرام على تويتر بيقول ان قفشه بيواجه شبح الغياب عن مباريات الفريق الفتره المقبله بسبب رغبه بيتسو موسيماني الاعتماد على اللاعب احمد عبد القادر بعدما تالق الاخير بشكل واضح في الفتره الاخيره. يا اخي تقرا الخبر كده تحس ان في مشكله، تدخل في التفاصيل تلاقي مشكله فنيه لذيذه، يعني مشكله فنيه ما تزعلش حد، بالعكس. قفشه مثلا لو مش في حالته في احمد عبد القادر، احمد عبد القادر لو مش في حالته في لاعب ثالث. هي سمات الفرق الكبيره كده، ما بتعتمدش على لاعب واحد، لازم يكون عندك لاعب واثنين وثلاثه وعندك بنك ودكه احتياط على اعلى مستوى. لكن هي دايما العناوين بقى ايه اللي تخطف الانظار من خلال صفحات السوشيال ميديا. دي كانت ابرز العناوين والترندات اللي معانا النهارده بالنسبه لترند الاهلي، وقدر الامكان حاولنا نجاوبكم على كل الاسئله والاستفسارات والاخبار اللي موجوده في ترند الاهلي. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع ونشوف الترند المحلي وابرز الاخبار اللي معانا في باقي فقرات برنامج الترند.